هنا أمام منزله بإحدى ضواحي العاصمة العراقية بغداد، اغتيل الباحث الأمني والسياسي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين. مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة مسلحة تحاصر سيارة الهاشمي وتطلق الرصاص باتجاهه مباشرة ليفارق الحياة بعد نقله إلى أحد مستشفيات بغداد متأثرا بجروح بالغة. وقبل عملية الاغتيال بقليل كان الهاشمي المتخصص بشؤون الجماعات المتطرفة في مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل والأحزاب العراقية الموالية لإيران. اغتيال الهاشمي أثار موجة من ردود الفعل المنددة داخل العراق وخارجه، فتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي بملاحقة المسؤولين عن الاغتيال، وبأن حكومته لن تسمح بعودة شبح الاغتيالات مجددا وستعمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط. القاضمي قرر أيضا إقالة القائد الأمني المسؤول عن المنطقة التي شهدت حادث الاغتيال، بينما أعلنت الداخلية العراقية تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الاستخبارات. الرئيس العراقي برهم صالح بدوره وصف عمليات الاغتيال بأنها جريمة شنيعة تستهدف الإنسان العراقي، بينما طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أجهزة الأمن بأن تكون على قدر المسؤولية وبكشف التحقيقات للرأي العام. وأيضا نددت دول ومنظمات عدة بجريمة اغتيال الهاشمي المعروف بأنه كان مؤرخا ومن أبرز الباحثين في الشؤون الأمنية والاستراتيجية ومختصا بملف تنظيم داعش وأنصاره، وكان أيضا من أبرز الناشطين في موجة الاحتجاجات العراقية الأخيرة.